ما سابش مشكلة واحدة وما اشتغلش عليها. معانا على التليفون النجمة الكبيرة الفنانة الرائعة أروع منتجة بتاء التأنيث في مصر، إلهام شاهين. ربنا يخليك، ميرسي يا يوسف، ازيك؟ أنت كل عارفة سنة أنا، وانت طيب. أنت عارفة أنا أحبك قد إيه؟ وانا كمان والله بحبك جدا، والله انت أنا انسان عارف. صادق ومحترم. يا رب خليك، اصل انا دايما نقعد لما نيجي نقعد نتكلم نقول لهم يا جماعه الهام شاهين دي مع حفظ الالقاب طبعا يعني تجمع الحاجتين، نجمه كبيره ومنتجه عظيمه تغامر بكل شيء عشان انتاج السينما ما عندهاش مشكله. ربنا يخليك، بس يا رب لازم، واجب علينا، ما السينما دي اللي ادتنا كل حاجه حلوه في حياتنا، فلازم احنا كمان نقدم لها حاجه تستحقها. يعني انا انتاجي ده حبا في السينما، مش حبا في إلهام شاهين على أنا فكرة. عارف، أنا عارف يعني ومتأكد. إن عايزة أرد الجميل للسينما لأنها عملت لي كل حاجة حلوة في حياتي، وما بحبش حاجة في دنيتي كلها قدها. أستاذة إلهام، يا رب ربنا يقدرني، ودايما أعمل أعمال تبقى يعني تبقى مهمة في تاريخ السينما المصرية. أكيد يعني أكيد كلها إن شاء الله دايما مهمة كما جرت العادة، غير إن أنا طبعا نفسي إن إحنا هنقعد ونتكلم على الزوابع اللي أثارتها إلهام شاهين في رمضان اللي فات بمسلسل على ما يبدو إنه كان موجع مؤلم إلى أبعد الحدود، لكن النهاردة يمكن هنتكلم على عادل إمام. تقولي إيه النهاردة؟ أقول عدولة الجميل علامة فارقة في حياتي أنا شخصيا. يعني هو سبب وجود اسم إلهام شاهين كنجمة. يعني أنا بصنف دايما لما باجي يعني أؤرخ في تاريخي الفني، أقول ما قبل الهلفوت وما بعد الهلفوت. الهلفوت كان فيلم فعلا نقلة كبيرة في حياتي. يعني أنا قبله عملت أمهات في المنفى والعار ولا تسألني من أنا والبريء، أفلام عظيمة أساسا، الأربع أفلام كلها علامات في تاريخ السينما، لكن ما كنتش أنا البطلة بتاعت العمل، أنا جزء من العمل كويس. لكن إني أقف بطلة قدام نجم كبير، أهم نجم في مصر، أكبر نجم، عادل إمام، وطبعا تأليف الأستاذ وحيد حامد وإخراج دكتور سمير سيف، والتلاتة يجتمعوا لصناعة نجمة، ده كان شيء كبير جدا بالنسبة لي وعمل لي نقلة كبيرة في حياتي. والحقيقة أن عادل إمام هو اللي رشحني، يعني أستاذ وحيد حامد وقف جنبي، دكتور سمير سيف وقف جنبي، لكن اللي رشحني للعمل واللي أصر عليا، لأن الحقيقة العمل كان مكتوب لنجمة كبيرة جدا جدا من جيل قبلنا. وعلى آخر وقت معرفش إيه الأسباب التغيير، فقالوا خلاص إحنا هنجيب حد جديد. فكان من نصيبي وكان إصرار من استاذ عادل امام، وهو بنفسه اللي كلمني عشان الفيلم. تمام. وده ما بيحصلش ان هو بنفسه يكلم ممثله عشان تمثل قدامه، كلمني قال لي هيجي لك سيناريو اسمه الهلفوت انا مرشحك فيه. فكان الفيلم ده كان حاجه كبيره جدا بالنسبه لي. فعادل امام هو صانع نجوميه الهام شاهين، اني بقيت نجمه بعد فيلم الهلفوت، بقيت اتحط في افلام اشيل البطوله لوحدي. أيوة. يعني بقيت في حته ثانيه خالص، ما قبل الهلفوت شيء وما بعد العمل مع عادل امام كان شيء ثاني.